اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل معانا بسيط وسهل، وانا حابب ان احنا يكون عندنا الماتيريال بتاعنا في متناول الجميع. لا يخلو بيت من وجود البطاطس والبتنجان ابو قلب ابيض زي الشيف المغازي. النهارده هنعمل مع بعض شويه بابا غنوج بطريقتي مع الرمان وبشاير الرمان بتاعنا من خير ارضنا. هنشوف ازاي نعمل مزيج ما بين الرمان وبابا غنوج او سلطه البتنجان، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. مش المتبل، حاجه غير المتبل عشان برضو ايه نفهم البتنجان صح. معانا بطاطس النهارده، واحده بطاطس وواحده لحمه. هنشوف ازاي نعمل كفته البطاطس باللحمه المفرومه، هتعجبكم. نعملها بالوايت صوص، نعملها بالريد صوص، هنشوف نعملها مع بعض ازاي برضو بمدرسه المغازي. نيجي بقى للحلو. احنا عندنا اكله مشهوره جدا، الكسكسي بالحليب، الكسكسي بالمكسرات. ليه ما نعملش الكسكسي بالقرع العسلي؟ بما ان احنا اتكلمنا عن القرع العسلي وعارفين قيمته الغذائيه عاليه جدا، فتعالوا نشوف النهارده هنقدمه ازاي القرع العسلي مع الكسكسي. حلو مش بالطريقه التونسيه او المغربيه، هنقدمه النهارده مع العسل مع المكسرات. عجيب وهيعجب حضراتكم ان شاء الله. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل افكار بسيطه وسهله في متناول الجميع، ولكن بمدرسه المغازي تقدري تخش المطبخ تعملي اكلات بطريقه جديده وبطعم تاني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا ناخد الاساتذه المصورين فرسان التلفزيون المصري والاخراج الجميل، نستعرض مع بعض ايه مشترياتنا النهارده. وانا عايز الموضوع ده دايما لما نيجي نطبخ في البيت او نعمل وجبه غدا وجبه عشاء، نقول لك ايه، والله ما عنديش الحاجه الفلانيه، والله نزلت اشتري الحاجه الفلانيه ما لقيتهاش، لقيت سعرها غالي او لقيتها مش موجوده. انا عايز اوصل لك معلومه حلوه، انك انت تقدري تعملي شيك يعني تشيكي على الحاجه اللي موجوده في الثلاجه واللي موجوده في المطبخ، وتشوفيها وتبداي تحطها قدامك على الكاونتر وتبداي تطلعي منها منيو باسماء مختلفه وبطريقه مختلفه. النهارده مع بعض هنعمل القرع العسلي مع الكسكسي. مقاديره على الشاشه، معانا قرع عسلي جاهز عندي على فكره، يعني كنا جايبين واحده كبيره وشايلين منها شويه، ومعانا كسكسي طبعا، ومعانا جوز الهند وسكر وكريمه لباني، ما ننساش الزبده والفانيليا. دي المقادير البسيطه السهله. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي بطريقتي. حلو الكلام. المقادير سجليها واكتبيها سريعا او صورها بالتليفون. كسكسي، قرع عسلي، زبده، كريمه لباني، سكر، جوز الهند، فانيليا. اول حاجه هناخد الكسكسي ده كده نتعامل معاه. انا حبيت طبعا ابدا بالحلو، في العاده انا ببدا طبعا بالطبق الرئيسي بتاعي، ولكن بالحلو لان الحلو ده فيه شغل كتير عايز شويه مجهود. يعني طاسة على النار احضر الكسكسي كده للشغل بتاعي الطبيعي. بنحط هنا مكعبين من الزبده. شوفي بقى التركايه الحلوه دي كده هتعجبك قوي على فكره اهو، مع الزبده دي يا عم الشيف شويه سكر. ايه الدلع ده؟ حاجه جديده دي يا شيف. سكر مع الزبده اهو، وكمان فانيليا مع السكر، حاجه جديده جربيها وسميها زي ما تسميها. فانيليا، في فانيليا طبعا انواع، في السائل وفي منها البودر. معانا كمان الكسكسي، في منه نوعين، الجاهز وفي منه طبعا اللي هو بيتعمل على الايد. كلنا عارفين الكسكسي عباره عن دقيق وسمنه. ننزل بيه كده نقلبه مع السكر مع السمنه تقليبه حلوه اهو. الحلو ده اختراع الشيف حصريا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. حلو قوي. يلا مع السلامه والقلب داعي لك. حلو، هنقلبه كده مع السكر مع السمنه، يبقى مزيج واحد كده. شويه كسكسي هتاكل صوابعك وراهم بجد والله. شوف الطريقه ازاي كده هتعجبك قوي على فكره. افلفل الكسكسي بالزبده والسكر والفانيليا. الكسكسي كده خد طعم الفانيليا. وأقلبه كده تحميصة حلوة واحدة واحدة. معانا يا عم الشيف شوية جوز الهند تقريبا كوباية، هناخد شوية منهم كده
ونقلب. مش سكر بودر، لا جوز الهند. سكر انا حطيته على الزبده، انت شايف انه سكر بودر، ده جوز الهند. مخرجنا الجميل الله عليك. ايوه اهو نقلب كده. الفلفله دي مطلوبه اهو. عندي حله الكسكسي على النار اللي احنا عارفينها دي، كانت زمان طبعا مصفى ويتعمل لها خلطه كده من الدقيق والميه، تبقى عجينه يعني، ونمسك المصفى داير ما يدور نقفلها بالعجينه. كانت امي تعمله كده الله يرحمها، وكان الكسكسي ده بيتعمل على الايد. احنا دلوقتي في تكنولوجيا. نعم يا غالي، ده بقى انت كده بتجود في الموضوع، والله ما ازعلك. اهي معانا سمنه بلدي اهو. بس انا حطيت ليه زبده مع السكر؟ المخرج عايز سمنه بلدي. حطيت ليه زبده مع السكر؟ دايما في علاقه حب بين الزبده والسكر في صناعه الكيك، في صناعه الحلويات. معلقه سمنه عشان عمنا المخرج ما يزعلش. نفلفلها كده مع الكسكسي والفانيليا. لسه ما خلصتش. عندنا المصفى بتاعتنا والحله بتغلى على النار. دايما في مطبخك في حاجات كده صغيره بس بتبين انك انت شاطره وبتبين انك انت حابه المطبخ. يبقى عندك كده شاشه حلوه للملوخيه، تعملي ملوخيه علشان تقطفيها وتخرطيها لازم بعد ما تقطفيها تحطها على الشاشه دي وتبقى دي بتاعت الملوخيه. عندك برده شاشه حلوه زي كده للكسكسي، الحاجات اللطيفه دي. عندك برده شاشه حلوه كده للعجين، اللي بنعمل عجين لازم طبعا نغطي العجين ده بعد ما من ايه المرحله الاولى من التخمير. حاجات صغيره بس بتفرق في مطبخك. هنحط الفوطه بتاعتنا دي كده، وناخد الكسكسي ده بعد فلفلته وتقليبه مع الفانيليا مع السمنه ساحت اهي مع الزبده، تقليبه كده ريحته بدات تطلع حلوه. ناخده زي ما هو كده يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. لسه ما خلصتش. اللهم صل على النبي. حلو قوي زي ما هو كده يا عم الشيف. هنعمل تركيه حلوه دلوقتي. الطاسه دي انا عايزها زي ما هي كده، مش هاخدها على الحوض. لينا كلام معاها تاني. معانا زعفران. الزعفران في السوق اللي هو اللي احنا عارفينه الشعر الصغير ده سعره غالي، بيتباع بالجرام، اغلى من الذهب اعتقد، ولكن قيمته الغذائيه عاليه جدا، قوي للمناعه، مضادات اكسده، مفيد جدا. في منه البديل في متناول الجميع اللي احنا عارفينه البودر، اللون البرتقالي الحلو ده كده، ده بديل له، بيدي لون حلو لما نيجي نعمل برياني، نعمل اكلات فيها لون الزعفران، الحاجات اللي احنا عارفينها. تعالوا نتعامل معاه ازاي. باخد كده شويه، بحط على الزعفران ده شويه زيت. واقلبهم كده بمعلقه، والمعلقه اللي تقلبي بيها الزعفران خلي بالك تحطها على الحوض وتخلصي منها، لانها ممكن تبوظ لك الدنيا كلها، تلاقي الاطباق بتاعتك وكل حاجه لونها برتقاني. دوبنا الزعفران بالشكل ده كده في معلقه زيت حلوه اهو، باخدها احطها هنا يا مصري اهي 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 اهي، ومش هقلبه مش هقلبه، هخليها زي ما هي كده اهو. هي دي التركاية. وهنغطيه. حاجة جديدة حلوة. وحقوق الطبع لدينا وبس. زي الفل يا عم الشيف. ونسيبه على النار ننساه مع حمام البخار اللي طالع ده كده لمدة تقريبا تلت ساعة. عشان كده أنا بدأت بيه الحلقة. نيجي للقرع العسلي. في الطاسة الحلوة دي كده زي ما أنا باخده اهوت. وزي ما قلت لحضراتكم انا صريح وواضح، القرع العسل ده طالع من الثلاجه. فاكرين القرعيه اللي كنا جايبينها كبيره قطعناها خدنا منها عملنا مهلبيه بالشكل ده كده. بنحط على القرع العسل ده شويه سكر. وعلى فكره انا شخصيا لو هعمله مش هحط سكر، بحط حته زبده صغيره، وبحط على قرع العسل ده شويه ميه مش كتير خلي بالك.
دول بيكفوا. خلص الكلام. هنقفل الحلة بتاعتنا دي كده. نار العسل ده على فكرة ما بيخدش وقت كتير في السوى، هو بيحل لوحده دلوقتي، بيبقى عامل زي المهلبية كده وكريمي. هنغطي الحلة بتاعتنا. وهنعمل ايه بعد كده؟ في تفاصيل تانية مهمة جدا، ازاي نقدمه؟ القرع العسلي على النار مع سكر وزبدة وقليل من الماء، معانا الكسكسي بتاعنا في الحلة بتاعته بيستوي على النار بعد ما حضرناه بالسكر والفانيليا وشفنا مع الزبدة ازاي وقلبناه والزعفران. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ازاي كفتة اللحمة او قراص كفتة اللحمة بالبطاطس. مقاديرها على الشاشة. لحمة مفرومة. حلوة قوي. ومعانا بطاطس هنقطعها دلوقتي بطريقة جميلة. ومعانا طبعا ثوم وبصل في المقادير. ومعانا صوص طماطم او عايزين نعملها بالوايت صوص حسب الرغبة. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة في متناول الجميع. تعالوا اول حاجة نقطع البطاطس بتاعتنا دي عشان محتاجين ان احنا نحمرها على ما نشوف الدنيا معانا ازاي. قطع دوائر كده بالشكل ده كده علشان احمرها في الزيت. نص تحميرة حلوة تاخد شكل. مقاديرها بطاطس، لحمة مفرومة، بصل، ثوم، وما تنسيش طبعا شوية البهارات الحلوين من الملح والفلفل والزعتر، ده أساسي. إنك تعمليها بالطماطم اختياري، تعمليها بالوايت صوص اختياري حسب الرغبة. الأكلة دي أنا بحبها على فكرة، بحب أكل البطاطس واخدة البهريز بتاع اللحمة والجوس بتاع اللحمة، والبطاطس مستوية مع اللحمة بتبقى لطيفة وحلوة. كمية البطاطس دي حلوة قوي على فكرة، هي زي الفل. قطعها دوائر وتبقى قد بعضها. في حاجات صغيرة بتفرق معاكي في الأكلة، إنك لو قطعت واحدة كبيرة وواحدة صغيرة عينية مش هيقعد. تخافش. حلوة. تعالوا ناخد البطاطس دي يا عم الشيف نحمرها مع بعض كده في قلب الزيت. في تحميرة حلوة كده إن إحنا بنتعامل مع البطاطس بعد التحمير. حلو قوي. هتقولي لي لون البطاطس عامل لي كده؟ دي بطاطس قديمه، دي على فكره في التحمير حلو قوي. انا خدت زي ما هي كده في قلب الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا مع السلامه. تحميره البطاطس على ما نجهز اللحمه المفرومه بتاعتنا واحنا مع بعض واحده واحده. معانا لحمه مفرومه زي الفل، ضاني، كندوز، انت كريمة وبنستاهل كرمك، ولكن لازم نسبة الدهون فيها تقريبا من 30 لـ 20%. بنحط على اللحمة المفرومة دي شوية بهارات حلوين من البابريكا. بص موضوع التتبيلة دي بتاعتك انت، لما بقول بهارات اعرف ان الصورة مفتوحة زي اخواننا بتوع اللي الفوتوشوب، يعني لما بيجوا يعملوا صوره يقول لك اديني الصوره مفتوحه اقدر احط خلفيه زي ما انا عايز، احط صوره زي ما انا عايز، ابروزها زي ما انا عايز. فكلمه بهارات دي صوره مفتوحه تقدر تحط اللي انت حباه. معانا البصل الناعمه، معانا التومه الناعمه، معانا البقدونس الناعم، معانا معلقه معجون طماطم مفرومه. وطالما حطينا معجون طماطم وانا مغمضه كده بحط معلقه سكر على اللحمه يا شيف. مفيش اي مشكله. كل دولت كده زي ما انا شغال، ادي معلقه السكر. حلو. وفي المقادير دي يا عم الشيف قليل من الدقيق تقريبا معلقه. هناخد المقادير دي كلها يا عم الشيف ونقلبها مع بعض واحده واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بايدي. فيها كل حاجة. البقدونس على فكرة مفيد جدا، بصل، ثوم، البهارات الحلوة. تضربها في كبة؟ لا، أنا عايزها تبقى خشنة كده. تفاصيلها معايا: معجون طماطم، بصل، ثوم، بقدونس ناعم، البهارات الحلوة بتاعتنا، حطيت معلقة دقيق في المزيج ده كله علشان تديها قوام، ونقلبها كده.
دي مش هتنزل على المفرمة، أنا عايزها بالشكل ده كده عشان لما أجي أكلها ألاقيها كده خشنة كده ولطيفة وكل حاجة واخدة طعمها. أهو التقليبة دي مهمة جدا. أهو واحدة بطاطس وواحدة لحمة. البطاطس بتتحمر، قلبتها تقليبة تمام، خليها زي ما هي كده. هنمسك الكفتة دي كده، المخرج بيقول لي ممكن نعملها بالفراخ بدل اللحمة المفرومة، ممكن، مش هتقول لا. المطبخ له دستور وله قاعدة، يعني زي ما انت حابة اعملي. اه هناخد الكفتة اللي احنا عملناها دي كده مع النظافة الحلوة دي كده أول بأول، ونعمل اقراص. بس لما نيجي نعمل اقراص كفتة ونشتغل بالتكنيك العالي معلمك حاجة حلوة قوي. على البلانشة دي كده بحط شوية زيت. الله عليك يا عم الشيف. آه. ليه حطيت زيت يا شيف؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ شفت الجو ده كده؟ هي دي الخبرة الطهوية. وامسك الكفتة بتاعتي دي كده ونعملها قراص كده ونحطها كده. اللهم صل على النبي. يلا نعمل لنا 20 30 قرص زي ما احنا حابين، ولكن لازم تكون كلها حجم واحد. الشطاره هنا عشان دي انا اقدمها دلوقتي بطريقه حلوه مع البطاطس. اه زي ما انا شغال كده. اه حلو قوي. ليه حطيت زيت؟ طب قول لي انت ليه حطينا زيت. الله عليك يا غالي حبيبي، الله عليك. هو ده. اه حطيت زيت علشان الكفته ما تلزقش في البلانشه بتاعتي وتسيب اثر، تطلع منها زي الشعره من العجينه. اه اهم حاجه التتبيله اللي انا تبلتها بتاعت الكفته مع حضراتكم. تاني مطلوب مني اقولها تاني، بصله ناعمه، تومه ناعمه، بقدونس مفروم ناعم، معلقه دقيق، البهارات بتاعتنا زي ما انت عايزه، تحط هيل، تحط حبان، تحط قرفه حسب الرغبه. انت حطيت ايه يا شيف؟ لخص. حطيت بابريكا وحطيت زعتر وحطيت شويه كركم. عينيه اهو، شفت التتبيله دي حلوه اهو. دي هنسويها؟ لا لا لا، شوف دلوقتي اصبر على رزقك. خلصنا، ناخد الكفته دي نخليها زي ما هي معانا. اه زي ما هي. هنروح على فين يا عم الشيف؟ واحده واحده واحنا شغالين نبص على البطاطس بتاعتنا. مطلوب من الزيت ان هو يلدن البطاطس. ايه لغه التلدين يا شيف؟ يعني البطاطس دي تاخد شكل كده، بالشكل ده كده بحضرها اهو، بحيث ان هي لما تستوي تتنافس هي والكفته في الطعم والمزيج والشكل، تبقى ماسكه نفسها. لانك لو حطيتيها نيه ايه اللي هيحصل؟ البطاطس دي هتتهري معانا ويبقى شكل الصينيه بتاعتي مش لطيف خالص. نبص مع بعض على القرع العسلي، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. الميه اللي انا حطيتها للقرع العسلي، الميه اللي انا حطيتها للقرع العسلي اهي زادت ما قلتش، لان القرع العسلي فيه سوائل كتيره وانا عايز استفيد بشويه البهريز دول. هنا في خبره طهويه فياضه بالمعنى، يعني ايه فياضه؟ يعني كتيره قوي. لما انا قللت الميه بتاعتي اللي انا حطيتها دلوقتي على القرع العسلي، انا بستفيد بالسوائل بتاعه القرع العسلي. الميه دي هستفيد بيها هعمل دلوقتي صلصه مع الكسكسي، فطعم الكسكسي واخد طعم القرع العسلي. شفتوا منين؟ انما تسلق القرع العسلي كانك بتسلق بطاطس كده، بتفقد قيمه غذائيه عاليه بتاعه القرع العسلي، ومبيبقاش طبعا بالتكنيك اللي انا عايزه. اه هسيبه كده يكمل سواه لغايه لما يتهري. اه ولكن لازم يكون ماسك نفسه. مخرجنا الجميل حابب تطلع فاصل؟ انا معاك. اه هو ده الكلام، جيت في وقتك يا حبيبي. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع نشوف نعمل ازاي الكسكسي بالقرع العسلي بطريقه المغازي، وده حقوق الطبع لدينا وبس. معانا كفته اللحمه، هنعمل اقراص كفته اللحمه بالبطاطس. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، في تركات صغيره، في حاجات صغيره بسيطه سهله بنعملها مع حضراتكم، ولكن الهدف واحد، ان احنا نوصل للطعم. انا وانا شغال على البوتاجاز بتاعي، على النار بتاعتي، او على خط السخن بتاعي، عيني على حاجات كتيره قوي. ايه يا عم الشيف؟ رقم واحد، القرع العسل اللي بيستوي زي ما حضراتكم شايفين كده بيحل، وبياخدش وقت كبير على فكره، بياخد وقت اقل من البطاطا لما بنيجي نسلقها، بياخد وقت اقل من البطاطس لما نيجي نسلقها. ايه الفرق بين البطاطس والبطاطا؟ احنا كلنا عارفين المصريين، ولكن في لبنان طبعا عندهم البطاطا اللي هي البطاطس، واحنا عندنا هنا البطاطا اللي هي البطاطا الحلوه اللي هي شبيهه للقرع العسل. انا هقدم صينيه اقراص الكفته اللحم بالبطاطس بصوص الطماطم. ممكن نعملها بالوايت صوص بالبشاميل، بس انا حابب صوص طماطم لطيف حلو كده علشان اعمل معاه الطعم اللي احنا عارفينه، الزعتر والروزماري. عملته ازاي يا شيف؟ الطبيعي بصلايه ناعمه، فص ثوم حلو، واحنا شطار في عمايله، او عندك في الثلاجه صلصه بيتزا عاملاها مسبقا مفيش مشكله. كلنا عارفين الطماطم على النار مع بصلايه وتومه، والاساس طبعا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل. اه زي ما انا شغال كده، عايزه تاخد قوام طلع معلقه دقيق او معلقه نشا عشان يبقى لها قوام بالشكل ده كده، ولكن ما تنسيش دايما معلقه سكر مع صوص الطماطم عشان نتلاشى الحموضه اللي موجوده في الطماطم. وانا شغال اه زي الفل، حضرت صوص الطماطم بتاعي. تعالوا نشوف ازاي هنقدم صينيه كفتة اللحم بالبطاطس. هناخد البطاطس اللي احنا حمرناها من شوية، خدت اللون الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. وناخد صوص الطماطم اللي احنا اشتغلناه، ونوسع الدنيا لنفسنا كده، اللهم صل على النبي. وناخد صوص الطماطم ده كده، ونبقى عاملين شوية دول كده. يلا هو ده. وأرضية الكاسرولة بتاعتي، الله عليك يا شيف. معانا من الزعتر البري شوية. شفت الحاجات اللي بعملها دي بقى أهم من الشغل. ما بعملش حاجة أنا، بس الموضوع هنا يختلف. بتيجي تاكلي منها فيها طعم الزعتر، بيبقى لطيف وحلو. شفت ده؟ تليه عند الفكهاني خديه وأنت مغمضة، تلاقيه عندي بتاع الخضار خديه وانت مغمضه. حلو قوي. هعمل ايه يا عم الشيف؟ باخد الكفته دي احطها كده، احط البطاطس دي كده وبالشكل ده كده، ونحط البطاطس دي كده وبالشكل ده كده. الصوره حلوه كده يا شباب حبايبي، فرسان التلفزيون المصري. انا شغال كده واحده واحده اهو، واحده بطاطس وواحده لحم. حاجه لطيفه وجميله هتاكلي صوابعك وراها، بس لازم تعملي صوص الطماطم زي ما انا عملت. نوسع كده لكمان صف، وانا شغال كده اهو. حلوه قوي الفكره دي على فكره. انا بقى هسيب اللحمه المفرومه دي او الكفته دي كده للضيوف، دول كفايه قوي كده. تمام، واحده بطاطس هنا كمان، فل. ونشيل كل ده كده، ونقفل الاكله بتاعتنا دي ازاي يا عم الشيف؟ هو ده. واحده بطاطس وواحده لحمه، ده نعناع اخضر او ممكن يكون ريحان. بناخد صوص الطماطم بتاعنا ده كده، هنا حلو هنا حلو. يلا درجه حراره الفرن عندي 180، كفايه زي الفل. بحطها في الفرن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار؟ هو ده الكلام.
الله عليك مدرسة، تعال اشتغل مكاني. والله والله يا فاروق انت زي العسل، دي مش تتحط في قرنية الفرن خالص. ايوه والله العظيم. ليه بقى؟ والله لازم الناس الحبايب الساده المشاهدين يعرفوا كل حاجه. مخرج بيقول لي في الاربيز تتحط في قرنية الفرن. انا ما فيهاش صوص كتير، دي لو اتحطت في قرنية الفرن الصوص ده هينشف، وانا عايز البهريز والصوص ده كده استفيد بيه مع البطاطس واللحم. فدي بتتحط على ارتفاع 5 سم من الفرن بالشكل ده كده. يلا مع الصوره الحلوه من داخل الفرن، صينيه البطاطس مع راس الكفته اللحم تتحدث عن نفسها. قافل القرع العسلي. اخباره ايه؟ هو ده اخبار القرع العسلي. فله عينيه. نقفل الاكله دي كمان واحنا مع بعض كده. شوف هعمل ايه بقى. عندنا الله، عندنا الكسكسي جاهز زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده انا عايز بقى موضوع الكسكسي مع القرع العسلي ده يتدرس. بجيب القالب ده كده، باخد شويه كده فرديه القالب. شفت الجو ده كده؟ ما نقلبوش يا مصري، نخليه زي ما هو كده عشان يبان اللون الحلو ده كده. واخد القرع العسلي ده كده. الله عليك وعلى والديك يا طيب يا طيب القلب. لسه ما خلصتش. وناخد الكسكسي ده كده. الله، يلا تعالى. بكار والمصري، ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ فرسان التلفزيون المصري. الكسكسي عاشق للقرع العسلي حتى لو هنعمله حادي. ناخد القرع العسلي ده كده. لسه ما خلصتش، في تركية هنا بقى نضرب لها تعظيم سلام. شفت الطاسه دي؟ مكان الشغل ده، مكان الشغل ده. نصلي على الحبيب قلبك يطيب. شويه جوز الهند، كريمه اللباني، يا ويلي هو ده. شويه ميه ونقلبهم مع بعض. شفت الجو ده كده بقى؟ انا يهمني قوي البهريز اللي نازل من القرع العسلي ده كده. ينزل هنا كده. العب. وحقوق الطبع لدينا بس، هتاكلي طبق كسكسي بالقرع العسلي والاول مره. كريمه اللباني نازله بمزيج من القرع العسلي. هو اسمه قرع عسلي يعني بالتاكيد طعمه طعم العسل. سكر. ناخد الكسكسي بتاعنا، نكمل الحدوته بتاعتنا. شويه دول كلهم مع بعض كده. يا دلعك يا شيف، يا دلعك لما تخترع حاجه. ونشيل دي من هنا كده خالص اللي عامله زحمه دي. ونقفل ده كويس كده. الله، اللي بيحبني بقى واللي بيحب الشيف البوغازي يعمل الطبق ده ويقول لي ايه رايه على السوشيال ميديا. بجد انا يعني مش طالب حاجه غير ان تقولوا رايكم فيه. بس لازم بالطريقه ديت. ده يتاكل سخن ولا بارد يا شيف؟ طبعا يتاكل سخن. طب يا شيف بوغازي كلنا منه او اتغدينا منه او اتعشينا منه وعايزين ناكل منه تاني، نعمل ايه؟ نسخنه ازاي؟ هو ده الكلام الحلو قوي اللي انا بحبه بقى، اللي نوريني شطارتك يعني. حلو ده. بنفس الطريقه بتجيب طاسه او كسروله وتاخد الكميه المتبقيه من السفره وتكون مسخنه شويه حليب، بتحليهم بشويه سكر وتحطهم في ارضيه الكسروله او في ارضيه الطاسه وتحط الكميه المتبقيه وتغطيها، يطلع البخار بتاع الحليب وتقدميها بألف هنا وشفا. هناخد ده زي ما هو كده ونخليه هنا كده. وناخد القالب بتاعنا ده كده. اللهم صل على النبي. هو ده اختراع مغازي.
ايه الحلاوه دي يا شيف؟ شفناش ده قبل كده. معانا جوز الهند. مكانه فين؟ تحب ده مكانه فين؟ على الكنترول؟ عند العمري؟ لا 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 لا، انا اجيبه هنا؟ اهو اهو. الف انا وشيفها. معانا جوز الهند. عينيا زبيب جوز الهند زي ما انت عايز، مش هزعلك، معايا زبيب. اه بنحط هنا ونزين الطبق بتاعنا كده داير ما يدور. طبعا انت لو هتعمليه في البيت هتعمليه احسن مني بقى، قاعده رايقه معكيش مخرج بقى ويقول لك دقيقتين ثلاثه اربعه، والاستعجاله انت عارفه انا ما بحبش الاستعجاله في المطبخ. معانا زبيب يا شيف؟ اه معانا زبيب، الخير موجود. هناخد الزبيب ده يا عم الشيف، بنزين بيه الطبق بتاعنا ده الطبيعي اهو. ما طلعنا فاصل يا جميل، عندك فستق حلبي تبقى احسن مني. خلينا ناخد بعضينا مع طبق كسكسي بالقرع العسلي بيتكلم مصري، لان القرع العسلي ده من خير ارضنا واحنا بنصدره للدنيا كلها، وعندنا رخيص جدا ولكن قيمته الغذائيه تعلو قمه الهرم. خلينا ناخد فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع لبابا غنوج بالرمان حصريا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. صورة القرع العسلي مع الكسكسي بصراحة تخطف الأنظار. اه يعني في حاجة حلوة كده على السفرة بتاعتنا بتبقى هي حديث السفرة. بابا غنوج ممكن نكون احنا أكلناه قبل كده، عملناه قبل كده، ولكن لما نخترع طبق أو إن احنا نألف طبق أو إن احنا نعمل حاجة حلوة بنحبها زي القرع العسلي عندنا وعندنا الكسكسي سواء جاهز سواء جبناه علب، شفتوا التكنيك العالي في عمايله، شفتوا الصورة الحلوة على الشاشة، حطينا عليه طبعا شوية زبيب وشوية جوز الهند. انت ممكن تحط فستق، تحط مكسرات زي ما انت عايزة. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ المخرج بيسأل. انا بعمل دلوقتي بابا غنوج، شوينا البتنجان ابو قلب ابيض على عين البوتاجاز، وبعد ما اتشوى حطيناه في الفرن يكمل سواه، ومسكناه بالسكينة كده، ومسيرك يا ملوخية تيجي تحت المخرطة، مسيرك يا بتنجان تيجي تحت السكينة وتتقطع. معانا زبادي، معانا بقدونس ناعم والزبادي اختياري، معانا زيت زيتون، ثوم، عصير ليمون، فلفل ألوان، وتعالوا نعمل مع بعض طبق السلطة. جميل جدا. اه زي ما انا شغال كده. والمقادير على الشاشة لطيفة وجميلة. والطبق السلطة دايما أقول هو بمثابة لوحة فنية بتبين مدى حبك واهتمامك بمطبخك، سواء النظافة، سواء الترتيب، سواء التقطيع، سواء التقديم. ده مهم جدا، الترتيب غير التقطيع غير التقديم. اه حلو. معانا خس كابوتشا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بحط شوية الملح بالشكل ده كده على البتنجان. معانا فص توم حلو ناعم بالشكل ده كده، شوية بقدونس مفرومين ناعمين. لا مش هتحط لها بصل، لو اتحط لها بصل والله ما هناكلها. ليه بقى؟ أنا مع البصل لما بيتحط في السلطة ني بيصنن كده ويبقى طعمه مش حلو وشكله مش حلو. حاضر يا غالي، عايز اشوف الهوبر، هجيب لك بتنجان، بابا غنوج، احط لك رمان، انت عايز تشوف الهوبر. اهي. طب ما تشوف الفرن الاول قبل ما نطلع الحاجه، ايه رايك؟ حبيبي هارتي، صينيه البطاطس او اقراص كفته اللحمه مع البطاطس. لا الصوره بتتكلم مصر، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ وطريقه جديده. جربيها. ناخدها مع بعض. هتقولي لي بقى الأكلة دي بقى إيه والقصة؟ الأكلة دي اسمها حبك للمطبخ. ما في أكلة ملهاش اسم، فيها حبك للمطبخ. آه
من جور السعيد يسعد. هو ده. العب يا السمك. اقراص الكفتة، شفنا التكنيك العالي، شفنا ازاي عملناها بطريقة سهلة وبسيطة. معانا فلفل اصفر نشتغل في السلطة بتاعتنا. بس سلنا ده فلفل اصفر، عايز افرمه مع بابا غنوج عشان هنعمل مزيج دلوقتي ما بين الالوان اللي تفتح النفس. عايزاه سبايسي حطي قرن فلفل حار، مش عايزاه سبايسي اختياري. قطعنا الفلفل ده كده، ركزي معايا عشان الموضوع هنا فيه خبره طهويه شويه اهو. كل دول مع بعضهم يا شيف. ونحط عليهم زيت زيتون. حلو. واخلط دول مع بعضيهم عشان لينا كلام تاني في قلب الكبة. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص الكلام. شفتوا الخليط ده كده؟ هتقولي لي ليه بقى حطيتش فلفل احمر يا شيف؟ عملت ايه؟ انا هحط ده هنا كده وشوف الشيف المغازي هيعمل ايه. ننزل بالخليط ده كده. ركزي معايا، ده لو غرفتيه مع البابا غنوج الناس هتضحك علينا طبعا، هتصيص معايا ويبقى شكلها وحش جدا ونتضايق من بعض والطبق يبقى مصيص. لا والف لا، معانا نعناع اخضر لان الاكله دي اساسها توم. بنزل بالنعناع الاخضر كده عشان احس بطعمه تحت اسناني. ننزل بالطحينه بتاعتنا. هي الطحينه بقى اللي هتلعب دور مهم جدا على فكره. الطحينه اللي انا بحطها دي انا عايز انزل كل اللي في البوله، هي اللي هتلعب دور مهم جدا. طبعا ما تنسيش انك حاطه ملح هنا، وما تنسيش انك حاطه زيت زيتون هنا، وما تنسيش انك حاطه توم هنا. شفت الخليط والقوام ده كده؟ بنلعب احنا. فلفل اصفر، فلفل اخضر، ما حطيتش فلفل احمر انا، مش عايز فلفل احمر انا فيها خالص. هنا الطعم مختلف، حطينا فلفل احمر رحنا في مكان تاني. شفت ازاي؟ طحينة تاني، زيت زيتون حطيناه مع الفلفل واحنا بنضربه في الخلاط، حطيت كام ورقة نعناع أخضر حلوين، عصير ليمون. العب. هنقلب دول مع بعض مع شوية كمون. البتنجان عنده شوية إيه؟ انتفاخ، مشاكل مع البتنجان، فوجود الكمون على البارد هنا الطعم بيختلف. هناخد البتنجان اللي معانا ده كده، اللهم صل على النبي، وننزل بيه هنا كده. خلي بالك ده بتنجان، الله على الصوره الحلوه، لا النهارده فرسان التلفزيون المصري ابداع ابداع. البتنجان نازل يتناغم فرحان. مع توم، مع بقدونس، اتهرس بالسكينه. ابو قلب ابيض، حد يصدق ان اللي في الكاسرولة ده قبل وده بعد؟ الخبرة الطهوية بتلعب دور مهم جدا على فكرة. ده بتنجان اتشوى وبعد كده فرمناه بالسكينة، عملنا الخلطة بتاعتنا اللي حضراتكم شفتوها بالشكل ده كده. هنقلب الطبق ده كده اهو. السلطة دي اللي هياكل منها يدعيلي. دي عايزة يا شيف بقى، دي عايزة صينية الكفتة اللي انا عاملها دي كده، عايزة شوية مشويات. بنشوي بقى في الجنينة، بنشوي فوق السطح، بنشوي في البلكونة. شفت السلطة دي؟ ليه لونها كده يا شيف؟ اصبر على رزقك.
زيت زيتون عصير ليمون هو الاساس. نجيب طبق التقديم بتاعنا اللطيف الحلو. اللهم صل على النبي. يستاهل يستاهل الطبق الحلو ده. هنرسم لوحه فنيه دلوقتي. ناخده زي ما هو كده. الله، طلع نزل بتنجان. اه بس بتنجان مع في ايد الشيف المغازي، ما بقاش بتنجان بقى ذهب. لسه ما خلصتش. بالله عليك تصبر على رزقك شويه، اوعى تغير المحطه. العب يا السمك. اه اوعى تغير المحطه زي ما قلت لحضراتكم. ابو قلب ابيض من بره اسود، البتنجان. والله لو احط دي جنب دي بجد انا عاجبني الموضوع، اختراع يا مغازي. اه حلو. اه معانا رمان. الله تسلم ايدك يا شيف. والله معانا الرمان بتاع الصعيد الجميل الأسيطة. عندهم الرمان حكاية، بنصدروا للدنيا كلها، أسيوط. لسه ما خلصتش. ألف هنا وشفا. على فين يا شيف؟ هو ده. حلقتنا النهارده فيها خبرة طهوية؟ اه. فيها توفير؟ اه. فيها رؤية وفن وإبداع؟ اه. عملنا صينية أقراص كفتة اللحم بالبطاطس بتكنيك عالي مع الريد صوص اللي هي صوص الطماطم، خدمنا عليه كويس. عملنا طبق جميل جدا بيتكلم مصري اللي هو القرع العسل اللطيف الحلو اللي عملناه مع حضراتكم، وشفنا مع الكسكسي اللطيف ازاي. وعملنا كمان بابا غنوج، ما اسموش بابا غنوج بقى، اسمه عروس السفره. بجد في الكوشه كده البتنجانيه اتحولت من الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده للطبق الحلو، اللوحه الفنيه اللي انا رسمتها اللي انا ممكن اتصور معاها سيلفي. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيروك.